أولا تحية لك في السحر وللضيوف الكرام ولقناتكم والمشاهدين الكرام. نحن في اعتقادنا وجازمين بذلك أن التاريخ تجاوز محمد الحلبوسي، ومحافظة الأنبار تجاوزت محمد الحلبوسي، بل أكثر من ذلك أن تقدم نفسه تجاوز محمد الحلبوسي. محمد الحلبوسي سيبقى الآن يذكر في هذه الفترة في المحاكم في دعوى إزالته من رئاسة تقدم، في دعوى حل حزب تقدم، ومن ثم في دعاوى تزوير وفساد خاصة بشخص محمد الحلبوسي. عدا عن ذلك الوضع السياسي، التاريخ السياسي في العراق تجاوز محمد الحلبوسي. هذه ست سحر اللي تشيري له في المؤتمر، هذا يؤكد خطابنا. النتائج المحاكم، نتائج لجان الفساد والنزاهة في محافظة الأنبار أكدت الصفحة الأولى من أن ما يجري في الأنبار من أداء، من ممارسة منحرفة بشكل كبير، وهي شبكة فساد أساءت وابتزت حقوق المواطنين. وأعتقد النتائج والمبالغ اللي ظهرت من البيوت والسيارات الفخمة وحجم التزوير والسرقات وضح أنه نحن كنا على حق، وهو لم يكن مجرد تنافس سياسي. هذا واحد. الخطاب اللي موجود الآن لسيد الحلبوسي أيضا يؤكد ما جئنا به من أنه ما أن تفرغ السلطة من الحلبوسي ليس لديه ما يقدمه سوى الابتذال والتهجم.